بتعلم الكوره زي دي. صحافه صغيره. احب بلدي واكره الاحتلال. كل شيء عن البشريط اللي سجلته كتبت عليه تصريحي والظرف وضعته في خزانتي بمكان ما. وكتبت بي وصيتي اذا قتلت بطريقه غير طبيعيه ابحث عن شريط مكتوب فيه تصريحي. وكنت ناوي اخرج الى المنزل، وعلى اثناء نزولي من السلم التقوا بي قالوا انه هنالك مؤتمر صحفي كبير. من هو؟ قالوا جورج بوش. انا مباشره صعد الدم الى راسي لما قالوا جورج بوش. هو كان النتيجه الاولى لهذا العمل هو القتل. Peace, that's what we want. Freedom and peace. شوف هو الحياة هو الاستنكار وله دلالة أنا وجدتها فيه. لأن جورج بوش لما دخل العراق دخل بكذبة، عدة كذبات، ولكن أحدى هذه الكذبات قال أن الشعب العراقي سيستقبلنا بالورود. قالها كلمة في مؤتمر صحفي. تحولت هذه الكلمة بفضل الوسائل الإعلامية الأمريكية الداعمة للحرب على العراق والوسائل الإعلامية العربية الداعمة للحرب على العراق، تحولت هذه الجملة التي قالها جورج بوش: أنت لن ترى صورة للعراقي يستقبل الأمريكان بالورود، ولكنك سمعت بهذه عن العراقيين. لذلك أردت طريقة مساوية في القوة ومعاكسة في الاتجاه، أن العراقيين لم يستقبلوا الاحتلال وجورج بوش بالورود، بل ودعوه بالأحذية لكي يستيقظ العالم أمام هذه الجرائم. هو حذاء ينتعل ولكنه له فم. So what if the guy threw a shoe at me? كسروا أسناني الاثنين، كسروا قدمي. كان طبعا كهرباء وبالمي، فرقوني بالمي في درجة حرارة تحت الصفر يمكن 5 أو 7. كانوا يفرقوني بالمي البارد صباحا، وتعذيب بالكابلات لدرجة أنه كان لون جسدي لون الموف الغامق. I'm going to read you the sourcing of the LA Times report. Paragraph 1, US authorities say. Column 1 still, US officials said. Said one U.S. Justice Department counterterrorism official. Column 2, officials said, U.S. authorities say, U.S.